passions بتاعتك تجاه الفيلد بتاعك which is architecture. ايه الحاجة اللي انت شايفة انت حابة تنجزيها في المجال ده؟ انا نفسي ان نبدا يعني في السمارت لايف, يعني انكوربريت مثلا اركيتكتشر واعمل سمارت بيلدينجز واخلي وانا حاسه ان يعني انك تحطي تكنولوجي في المجال ده هيحسن الحياه وهيخلي الحياه اسهل واحلى بكتير. في مجال الارتفيشال انتليجنت انا مهتم بالاوتونوموس كارز, ان انا عايز ان انا اعمل كاربن يعني تبقى 100% ما فيش حد بيسوقها وتبقى الكتريك كار. وبالفعل انا بدات اشتغل على حاجات زي كده, وعندي في الكليه احنا شغالين يعني الروبوتك كلوب شغالين كامبس في الكامبس عندنا ان احنا بنعمل سمارت كارز وبنبتدي خطوه بخطوه ان احنا نوصل لحاجه زي كده. نفسي اني يعني اميك لايف باتري, وان انا يعني احاول اساعد في ان انا احل سولوشنز او جابس موجوده دلوقتي وهتساعد فعلا تغير حياه الناس through mobile applications or through whatever اللي انا ممكن اعمله من my major. وانا عامه دلوقتي وانا في الجامعه بدرس, كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا يعني اخش في كل المجالات اللي الميكاترونكس عامه سيستمز فيها. انا احب اعرف مثلا عن البروجرامينج, احب اعرف عن الميكانيكال سيستمز, الكترونيك سيستم, الحاجات دي اهم حاجه بالنسبه لي ان انا افتح مجالات فيها, لان بعد كده هبتدي اشوف انا اكتر مجال فعلا انا جاهز ابتدي اشتغل فيه وناوي اتجه ناحيته واكبر فيه, وبعد كده ممكن تعمل البيزنس بتاعك فيه وكده.